اللمس الكابيلاري. اللمس الكابيلاري انا مش مستخدم النص بتاع الكتاب، تمام؟ انا بقول على التدخل التجاري كان بس الكلام اللي اقوله هو هو الكتاب، مش مستخدم تفصيل الكتاب، تمام؟ هنيجي نقول اول حاجه اللمس الفيزيك. طيب هو احنا اصلا مش شخص النص الكتاب، حد كان يعرف يقول لي الاندوكرين جلاند كان بيعمل سيشن اسمه هرمون ده بيمشي عن طريق ثلاث حاجات، تمام؟ يبقى كلام تاني هنقول
كونتينر او ديس كونتينر وما فيش حواليها سراوندنج بس ميمبرين، يكون عندي الدايمتر بتاعها بيكون كبير بالنسبه للكابيلاري اللي احنا عارفينها. رقم ثلاثة ان هي بيكون فيها في اللارج بيكون فيها بس طب اللارج ميسلز الكبيره هلاقي فيها ان هي بتروح تصب في استروكس صح؟ بعد كده يصب في الفينا صب. طيب هنلاقيها ايه اللي بيبقى عندي؟ استحالة الاقي في الجرين والسبايكر كورد، وطبعا الكارتلج لان انا بتكلم على الكارتلج في الترم الاولاني بقول مفيش سنسيشن اصلا في الكارتلج، يعني لو واحد اتكسر في الكارتلج بتاعه او حد اتكسر في الكارتلج في اي كارتلج موجودة استحالة تحس بيها. ليه؟ لان الكارتلج ما فيهوش لمس او نيرف صغار، يبقى بالتالي اللمس مش موجودة في البرين، مش موجودة في السباينال كورد، مش موجودة في البون مارو في الغذاء العظمي، مش موجودة في الكارتلج والآر أو في الإيد. ده عبارة عن الليمف سواء الليمف فيزر أو الليمف كابيلاري. ده مقدمة على الليمف. طيب يعني ليه أنا قلت إن الميون سيستم بيتكون من الليمف فيزر وبيتكون من التشو؟ التشو ده عبارة عن إيه؟ اللي هو الأورجان بتاعة الإميون سيستم المسؤول عن الدفاع عن الجسم. هنيجي نبدأ في الأورجان زي ما مكتوب قدامي، أقول إن الأورجان اللي موجودة هذا اللي أنت بتشوفه عبارة عن مجموعة من الأورجان. الأورجان عبارة عن مجموعة من الخلايا تمام؟ طب الأورجان في عندي كام نوع؟ الأورجان ممكن يكون ممكن يكون نون كابسوليتد. يعني ايه كابسوليتد؟ يعني حواليه كابسول تمام؟ نون كابسوليتد ده هتكون موجود فين؟ تمام؟ يبقى أول حاجة هقول الإميون سيستم بيتكون من الهيلث فيزر وبيتكون من الليمف تيشو. الليمف فيزر والليمف تيشو. الليمف تيشو ده عبارة عن مجموعة من الأورجان. الأورجان اللي موجودة عندي كابسوليتد زي زي الليمف نود اللي هي العقد الليمفاوية اللي بتتصرف في الليمف. بعد كده في الاسبلين، كل ده عبارة عن أعضاء بعضها مطلعة موجهة، عبارة عن الاسبلين اللي هو الفخار، عبارة عن الكونكس اللي هي الليمف. كل ده عبارة عن أورجان بقدر أشيلها من مكانها. لو فتحت جسمك إنسان أو حيوان أقدر أشيل السبينر، أقدر أشيل الليمف، أقدر أشيل الإسبلين، أقدر أشيل التورسو. طيب ما كابسوليتد أورجان يعني ما فيش حواليه كبسول، يعني عبارة عن تجمع من الخلايا الليمفاوية موجودة تحت الساب إندوثيليوم. يعني إيه ساب إندوثيليوم؟ يعني يا إما طبقة اللمنة البابرية يا إما طبقة التيوريكا صارت ميكوزا زي مين؟ خدناها قبل كده. إنكابسوليتد عبارة عن تجمع من الخلايا الليمفاوية تحت الصاب ميكوزا أو صاب إبيثيليوم زي في اللمنة البابرية أو التيوريكا صاب ميكوزا زي في حالة الأورجان اللي خدناها قبل كده.
يعني الذي عبارة عن دايرة زي ما قلت موجود فيها كمية جليد فوسايد كمية كبيرة لدرجة فيها اللون الأزرق لو زودناها في الـ HMV البايوكسل في الشريحة اللي انتوا خدتوها في العملي اللي هي عبارة عن صورتين باينين أزرق وما بينهم اختلاف في نوع الدقمان بتتكلم فبالتالي دول بسميهم نوديولار والمسافة دي بسميها ديفيوز ديفيوز يعني مقطوعة من الليمفوسايت ملهاش شكل محدد لكن النوت بتاعتها هلاقيها ان هي واخدة شكل زي كده سيركمسكرايبد او راوندد تمام حاجة منها كابسوليتد زي اللي موجودة كابسوليتد او انكابسوليتد مش نم انكابسوليتد يعني موجود حواليها كابسول زي الكلمة الموجودة في الكتاب زي السايمنس السليل الليمفنون زي التونسل طيب عندي الانكابسوليتد اللي موجود ما فيش حواليها كابسول نون انكابسوليتد او بسميها الفيوز او نيوتيوبر الليمفويد زي ما اي تجمع من الخلايا الليمفاوية في السب ابيثيليال لاير اللي موجودة الباير باتشز طيب سواء كابسوليتين او نون كابسوليتين هلاقي الخلايا اللي موجوده فيها اللي هي مين هلاقي في مجموعه من الليمفوسايت هلاقي في مجموعه من الليمفوسايت الليمفوسايت عندي زي ما قلت صل على محمد النوع الاولاني بي ليمفوسايت والنوع الثاني بي ليمفوسايت يعني ايه الكلام ده يعني في عندي نوعين من المناعه طالما قلت الليمفوسايت عندي تي تي يبقى في عندي نوعين من المناعه النوع الاولاني اسمه بي ليمفوسايت البي ليمفوسايت مسؤوله عن الميومبران مسؤوله عن الميومبران اميونيتي مسؤوله عن المناعه عن طريق انتاج المضاده عن طريق ان البيلات بتتحط بعد التحلل بلازما سيل والبلازما سيل بتدي اللي هي موجوده على خط الدور اسمها ماجد اي جي ام اي جي اي اي جي اي جي جي اي جي اي اي جي اي تمام يبقى ثاني الكلام انا حاسه ان انا بتكلم كويس وانتوا كويس حد مركز معايا الكلام اللي بقوله الليمفوسايت اللي موجودة عبارة عن نوعين من الخلايا النوع الأولاني اسمه بي ليمفوسايت البي ليمفوسايت مسؤول عن الأجسام المضادة وبالتالي المناعة بتاعتي عن طريق إنتاج الهيومرال إميونيتي اسمها الهيومرال إميونيتي طيب البي ليمفوسايت بتطلع في الأورجان اسمه بتراب اسمه بيرسا فابريشيوس هتيجي بعد كده في الكلام بيرسيا اوف فابريشيوس بتيجي من بيرسا فابريشيوس فبالتالي اول كلمه حرف بي فبالتالي منشأها عباره عن بيرسا اوف فابريشيوس
الخلايا المناعية اللي عندي يا إما بي إما تي بي لينفوسايت أو بي ديبندنت لينفوسايت بيرسا ديبندنت لينفوسايت لما نشيلها جايز البيرسا. طيب التي لينفوسايت بسميها سايما ديبندنت لينفوسايت يبقى أعرف إن أنا لما هاجي أتكلم على السايما كلها عبارة عن تي لينفوسايت. لو خدت من مشاريعها وسبتها في اليوم بمصدر التي لينفوسايت ما هلاقي التي لينفوسايت. لو سبت المصدر من التي لينفوسايت استحاله الاقي البي لينفوسايت تحت كده. ايه ده؟ سواء الليف نود في الجلين في التونسل بيكون في مناطق معينه لانتاج التي لينفوسايت. تمام؟ يبقى في السايما كل لينفوسايت اللي فيها عباره عن تي لينفوسايت. لكن في الليف نود وفي الجلين وفي التونسل هم اساسا بي لينفوسايت. بس في اجزاء او مناطق معينه بتدي تي لينفوسايت. وده كتير جدا في الامتحانات اسمها التي ديبندنت زون والبي ديبندنت زون. يعني ايه تي ديبندنت زون؟ يعني هي منطقه معينه في اللف نون او في الاسبرين او في التونسيل ما بتدي او بتمتد التي، فبالتالي بنسميها بي ديبندنت زون. طيب بي ديبندنت زون يعني ايه؟ منطقه معينه في الثلاث اورجان اللي انا قلت عليهم دلوقتي ما اهدافهم ان هم يدوا البي لينفوسايت. تمام؟ يبقى الكلام تاني بقى عندي على الاميون اورجان عباره عن كم بذر اللي هي متمثله في حاله الكبلاري متمثله في حاله اللي هي بنسميها سرات الدم اللي بيفتح بعد كده في الفينا كافا. بعد كده بيجي ناخد ان الليمب تيشو اللي موجود عندي عباره عن مجموعه من الاورجان. الاورجان اللي عندي نون كابسوليت كابسوليت اورجان ونون انكابسوليت اورجان. الكابسوليت اورجان عباره عن السايما والسكلين والليمب نون انكابسوليت الدم زي اللي موجود في الصف الاندوثيليا في حاله النضج اللي هو بشكل ديفيوز زي الواير باتشز او بسميه الديفيوز زي ما احنا قلنا عليها. بعد كده الانفورتس وال بي او الكوسايت وبلاقي فيه المكروفاز وبلاقي فيه بلازما الدم على حسب الاورجن اللي انا هتكلم عليه. بعد كده هنيجي نقول اول اورجن هنبدا فيه النهارده الصبح الساعه 6 الصبح.
بس الملخص الكلمتين اللي انا قلتهم اللي هما الكلام يعني دي كلام كتير او موجود بس طلع متشال من كتابه بصراحه فاحسن كتير افاد ليا اول شغلتين كانوا الليفت ازيلز او الليفت اورجانز او الميون اورجانز او الميون سيستم عموما عباره عن الميون اورجانز وعباره عن ليفت ازيلز مش ده الدليل بتاع اي اورجانز او اي سيستم. طيب الأورجان عبارة عن نوعين يا إما الأورجان الأورجان اللي موجود عندي زي ما أنا قلت يا إما إنكابسوليتد يا إما نون إنكابسوليتد تمام. نرجع تاني للكلام براحة خالص الكلام ده موجود قدامكم مش في الترتيب انا بقول بس كده بدات في الترتيب تاني النقص الكابسوليتيك اول حاجه النقص الكابسوليتيك اللي هو اساسا اللي انا هتكلم عليه هو جزء الترتيب اللي انا هقوله هنا كل حاجه اتكلم على اورجانز كاب انكابسوليتيك يعني حواليه كبسول هقول فيه واحد من اثنين اللي انا اقوله النون انكابسوليتيك الكلام اللي انا قلته بيكون فيه ديفيوز وبيكون فيه نوديولا بيكون فيه ديفيوز الكلام ده والله اللي قلته مفروض بس دي مش هتبع الدرجه النون انكابسوليتيك في منه ديفيوز وفي منه نوديولا. يعني ايه ديفيوز ويعني ايه نوديولار؟ ديفيوز زي ما انا قلت عباره عن تجمع من الخلايا الليمفاويه الليمفوسايت فالليمفوسايت زي ما خدنا في الترم الاولاني ان هي بتكون عباره عن خلايا راوندر او سيركل في الشيب والنيوكلاس بتاعتها كبيره لونها النيوكلاس طبعا اتش ان بي لونها ازرق السيتوبلازم واخد سيلرم صغير من السيتوبلازم فبالتالي النيوكلاس او خليه اللي لو سبتها لو موجوده بكميه كبيره فلاقيها تظهر بكميه زادت كتير جدا. ليه؟ لان الليمفوسايت زي ما انا قلت دلوقتي ايه اللي بيحصل فيها تمام. طيب الليمفوسايت دي لما تكون موجوده في الصف تشرب زي ما بقول في النانو بروبيا او في الكيونيكا سارتين كوزا مثال اللي انا قلت عليه دلوقتي اللي هو الفاير باتشز فبالتالي بلاقيها ديفيوز يعني ملهاش واخده شكل محدد سوري ملهاش واخده شكل محدد فبالتالي بسميها ديفيوز لينفويد تشرب او ديفيوز لينفوسايت. طيب النوديولار ده ايه اللي حصل فيه؟ عباره عن لينفوسايت واخده ديستي باب يعني لينفوسايت بكميه كبيره واخده شكل الدايره سبيريكال او سيستم سترايت او رابوزيت فبالتالي بسميه نوديولار. المثال الشهير عندي اللي هو الفاير باتشز وسواء ديفيوز او نوديولار الاثنين موجودين سواء في اي سيستم معرض للخارج زي السبايرالي زي الدايجستر زي اي سيستم معرض للخارج فهلاقي النوديولار اللي هم النوت انكابسوليت اورجان موجود اصلا في اي سيستم انا هبدا اشرح فيه. طيب الانكابسوليت اللي هو عباره عن ايه؟ اللي بيكون حواليه كبسول بيكون في عندي حاجتين في برايمري لينفويد اورجان
قابلات البرسه او مرادفات للبرسه زي الضمر او التنسيق او الانفلون. هنيجي بعد كده السايمات اللي هي السايمات ديبندنت لينفوسايت اللي بتدي في لينفوسايت وده الكلام قلته قبل كده. هنيجي نقول السكندري لينفويد اورجان ايه اللي بيحصل فيها السايمات والبرسه الاثنين بيدوا البي بس هما ما بيكونوش متطورين او ويل ديفرنشيتد بيحصل لهم ديفرنشيشن وبيحصل ليه الماتيوريتي بيوصل للماتيوريتي في الليمف نود في الليمف نود في الليسبلين في التونسل. ده الكلام اللي انا قلته على فكره انا كنتش مدمع كتاب بس ده الكلام اللي انا عماله بالي فيه بقالي دلوقتي نص ساعه تقريبا. تمام يبقى فيها ماده الاورجان في منها كابسوليتات يعني اورجان حواليها كابسول وفي نون انكابسوليت. كل ما هنتكلم على الصدمه او البرزه البرزه مش هنقولها على الصدمه او الليمف نود او الليسبلين او التونسيل هقوم تركيزهم عباره عن نون انكابسوليت يعني عباره عن نديول او فوليكل زي ما احنا قلنا عليها نديول ليمف نود او فوليكل ما بين النقطه والفوليكل بلاقي فيه ديفيوز. طب ده هو اللي هيكون مختلف في كل وظيفه. يعني انا اول ما اتكلم عن الديفيوز اللي هي الاكسوسايت مش واخده شكل محدد النوديولار او الليمف نوديول النوديول طب بسميها ليمف نوديول واركز اول كلمه ليمف نوديول اسميها ليمف
وهنا لو سالت الخلايا بتتكسر او بتفرقع عن بعضها بكميه كبيره. تمام؟ المرض بتحصل فيه شكل جلد نوديو، بسميه سكندري ليف نوديو. حصل امتى؟ وقت اي انفكشن ما دخل، يعني الطبيعي عادي بيكون الموضوع البرايمري، لما بيدخل انفكشن ايه اللي بيحصل؟ بيتكون السكندري ليمفويد فوليكل او ليف فوليكل. ايه المنظر ده حصل بسبب الانفكشن؟ فلاقي المنظر الثقيل اللي بره ده بنسميه اوتر كان، واللي في النص بسميه قلت عليه قبل كده حد يقدر يقول اسمها ايه؟ جنرال سنتر. برافو عليك. جنرال بصيت عليها كده جنرال سنتر. تمام؟ ايه اللي بيحصل عندي؟ ان الليمفوسايت اللي هنا موجوده ليمفوسايت صغيره كلها نفس اللون. تمام؟ لما بيحصل انفكشن ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي الخلايا بتدخل في النص هنا وبتبدا تكبر في الحجم شويه، بدل ما كانت ليمفو بلاست صغيره الكلام اللي مش في السن الاولاني، كان ليمفو ليمفو صغير بتبدا كليمفو بلاست. هي شكلها شكل واحد، لما بتبدا تكبر في الحجم هنا بنسميها ميديوم سايز او اكتيفيتد ليمفو سايز. بنسميها اكتيفيتد ليمفو سايز. ممكن يكون معها ماكروفاج وممكن يكون معاها بلازما. يبقى سبب الليمفوسايت نتيجه للاكسبوجر لاي انفكشن او اي انتيجين اتكونت السكندري ليمفوسايت، اللي هي عباره عن اوتر كاب وجنرال سنتر من النص، والجنرال سنتر بيكون فيها الليمفوسايت اللي هي كانت حجم واحد بشكل واحد، اتغيرت بالمنظر ده بالطريقه دي. انا عندي الجنرال سنتر بلاقي فيه اكثر من نوع من الخلايا، الاكتيفيتد ميديم سايز دي ليمفوسايت وبلازما سيل، ممكن الاقي فيها الماكروفاج والتي ليمفوسايت. طيب في حاجات في الجامعه بيبقى اسمها الريتيكولار ريتيكولار سيل، يعني الريتيكولار ريتيكولار سيل. الريتيكولار سيل اللي انا بتكلم عليها في الاستروما، مش بقول الريتيكولار سيل، الريتيكولار فايبر، مش بقول في كابسول وفي استروما وفي ريتيكولار فايبر. اللي بيكون الريتيكولار فايبر اسمها ريتيكولار سيل. الريتيكولار سيل في حاله الاميون اورجان عموما بسميها دندريتك ريتيكولار سيل. تمام؟ يعني ايه دندريتك ريتيكولار سيل؟ دندريتك ريتيكولار سيل كل وظيفتها ان هي تاخد اي انتيجن وتقدمه للبي او تي للفصول. يبقى هي بنعتبر الدندريتك ريتيكولار سيل كانتيجن بريزنتيف سيل. تمام؟ انا الكلمه دي كانت في البيان. تاني كلام. الليمفويد فوليكل بتكون عندي او الليمفويد عندي نوعين، الليمفوسايت بتاخد اجريجيشن واحد او شكل واحد في الاتش ام بي، لون ازرق واحد بسميها برايمري ليمفوسايت. وقت اي انفكشن ايه اللي بيحصل عندي؟ بنلاقي الخليه بتتغير اجريجيشن وبتبردي وبتتحول لبلازما. او لاف نوديوس اللي موجود قدام هيكون عباره عن اوتر كاب وانر جيرمنال سنتر. الجيرمنال سنتر بيكون فيها ايه اللي حصل لها؟ نتيجه التعرض لاي ميكروب الليمفوسايت او الليمفو بلاست دي الصغيره حصل لها اكتيفيشن عشان تكبر وتدي عندي الانتي بودي، فبالتالي تتحط عندي كذا نوع من الخلايا الميديم سايز الليمفوسايت والتي ليمفوسايت والبلازما سيل ماكروفاج. في حاجة أفضل موجودة، يعني الخلايا دي سواء في البرايمري أو في السكندري قاعدة على شبكة ريتيكولار فايبر اللي أنا بسميها دندريتك ريتيكولار سيل. تمام؟ دندريتك ريتيكولار سيل كل وظيفتها اللي هي يعني ريزنتنج سيل. مش معنى قبل كده فين؟ دي ام سيل. وعندكم الام سيل خدتوها دي الكلام ده مفهوم يا شباب؟ يبقى اول حاجه تتكلم على ديفينيشن
باك جراوند
شبكه خفيفه خالص اللي هو المفروض يكون عباره عن الريتيكولار فايبر. تمام؟ يبقى انا ركبت الكبسول وسبتها وعماله اشد بالقلم شويه واشفط شويه بخط خفيف، يبقى ده عباره عن الريتيكولار فايبر. يبقى ده عباره عن الكبسول وسبتها والريتيكولار فايبر. الارتري والفين بيدخلوا في منطقه اسمها الفايبر. طب الليمف نود بتدخل لها ليمف بنزين منين؟ بتدخل لها من اي منطقه في الكورتكس. يبقى اي منطقه في الكورتكس بتدخل لها ليمف بنزين. يبقى اي ارتري وفين بيدخل من الهايبر، اي ليمف بنزين بيدخل من اي منطقه من الكورتكس. تمام؟ طيب الليمف نود لو جيت اقول الترتيب بتاعها هتكون عباره عن ليمف نود ونودولار. تمام؟ هلاقي في ايه؟ النودولار في المنظر اللي قدامي ده عباره عن النودولار. عباره عن النودولار. تمام؟ يبقى بقول ان الليمف نود البانكتما بتاعتها، انا قلت الاستروما سياسه بتضحك على ايه؟ سياسه بتضحك على ايه؟ انا بنحدد في حاله ينفع؟ الظهر بدل مظبوطه. انت قول لي تمام؟ حتى اقول الاستروما عباره عن كابسول، عباره عن سته، عباره عن ريتيكولار فايبر. طب البانكتما عباره عن ايه؟ عباره عن كورتكس وميدل. البارينكيما عباره عن كورتكس عباره عن ميدل. البارينكيما عباره عن كورتكس وعباره عن ميدل. طب الكورتكس عباره عن نودولار او ليمف نودول. خلاص عرفنا يعني ايه نودولار. ليمف نودول، ويا ريت نركز على نودول لان النودول من تركيز النود. بعد كده الديفيوز لينفس. تمام؟ يبقى تركيز الكورتكس عباره عن مجموعه من اللينفس. طيب من كمان مره شكل دايره بالمنظر اللي قدامي ده، ولا واحده ثانيه بشكل دايره موجوده قدامي، ده ليمف نودول وده ليمف نودول، ولما موجود ما بينهم الديفيوز. تمام؟ يبقى ده تركيز مين؟ الليمف نود اللي هي اكبر اوبتيك. تمام؟ الكلى المثلثه هيكون عباره عن الليمف نود في عندي برايمري وسكندري، صح؟ في عندي ممكن الليمف نود الاقيها تغطيين على حاجه في انفكشن ولا لا؟ وهنا خفيفة على حسب في انفكشن ولا لا. طيب اجي على المدرج. المدرج ده عبارة عن مدرج. انا في المدرج ده اسمه مدرج فورد ومدرج فايبر. مدرج ما تقعدوش تقلبه ورايح قدام لانها هتتوه. طب لو وقف هتلاقوهم بالظبط موجودين في الكتاب. انت بتقول بقول الليمف نوديول والليمف اللي هو سواء ديفيوز نوديولار، الديفيوز ليمفوسايت او النوديولار ليمفوسايت. ليه انا قلت عليهم نون انكابسوليتد؟ لان هم بيكونوا في اللمه البطنيه او صاب ميوكوزا زي الفاير باتشز، فبالتالي لما تيجي تاخديها تاخدي سكشن وتشيليها تحت الميكروسكوب الحاله تلاقي الفاير باتشز حواليها كبسول. تمام؟ لكن انا هتكلم هنا في حاله نفس الكلام بالظبط. الليمف نود هلاقي الليمف نود نفسها حواليها كبسول من ضمن تركيزها ليمف نوديول. لو خدت الليمف نوديول وحطيتها على استحاله الاقي حواليها كبسول.
فاهمه؟ تاني الكلام معايا من ضمن الكلام اللي قلته في الاول الام كابسول ليكس يعني حواليها كبسول يعني الاورجان اللي هتموت بشيلها في ايدي زي حبايه الفاصوليا او اللوبيا اي منظر بتكون موجوده بشيلها من الحيوان بتبقى موجوده قدامي. شلتيها ليه من الحيوان؟ لان بيكون حواليها كبسول مستقل بيها مفصول عن الاورجان اللي حواليها. طيب ينفع اشيل الليمف نوديول؟ ما ينفعش اشيل الليمف نوديول واوصلها. ليه؟ لانها من ضمن تركيب الليمف نود. يعني لو جيت خدتها وضغطتها تحت الميكروسكوب استحاله دي الاقي حواليها كبسول، لكن لو الليمف نود لازم تكون حواليها كبسول. يبقى اول حاجه الليمف نود عباره عن ستروما، عباره عن بارينكيما، ستروما كبسول سته و ريتيكولار فايبر اللي احنا رسمناه في الكراسه. هنيجي نقول البارينكيما عباره عن اوتر كورتكس ودينا المظله. الكورتكس عباره عن ليمف نوديول اللي هو الليمف فوليكل اللي موجوده والديفيوز اللي موجود في النص ما بينهم، تمام؟ والليمف نوديول دي ممكن تكون لون واحد برايمري وممكن تكون سكندري زي المنظر ده نتيجه للتعرض لاي انفكشن، تمام؟ المضلة هنقول المضلة عبارة عن مضلة ريكورد وعبارة عن مضلة سايمر. يعني ايه مضلة ريكورد ومضلة سايمر؟ مضلة ريكورد يعني ايه؟ يعني الليمفوسايت مرصوصة فوق بعضها واخدة شكل الكورد. الليمفوسايت مرصوصة فوق بعضها واخدة شكل الكورد مع اختلاف الليمفوسايت دي وقت الانفكشن بتتحول لبلازما سيل او ماكروفاج او بعض الليمف. طيب يعني ايه مدلري سايمر؟ يعني ايه مدلري سايمر؟ يعني ايه مدلري سايمر؟ لما انا اقول ان الليمف فيزل قلت لما بيجي يدخل الليمف نود بيدخل عن طريق الكورت، تمام؟ الكبس ده ايه اللي بيحصل فيه؟ بيدخل الليمف فيزل لو انا رسمت بلون افضل الليمف فيزل بيمشي تنفيذ مضمون تحت الكبس لكن هاجي اخد المنطقه دي لو رسمتها بالقلم او مرسومه قدامكم عندكم مقاطع
الكتاب اللي هي المنطقه اللي موجوده بين الكورتكس وبين المظله اللي هي المنطقه دي بنسميها بارا كورتكس. هي موجوده عندكم في الرسمه اللي موجوده في الكتاب اسمها دي كورتكس، نكتب عليها بارا كورتكس. البارا كورتكس دي وظيفتها ان دي بتبذل الزهور في حاله الياس نور، دي عباره عن الدي ديبندنت زور في حاله الليمف نود. يعني لو جيت خدت الليمف نود وحط المنطقه دي بالميونو هيستوكيمستري اي مرحله للدي ليمفوسايت هلاقي دي عباره عن الدي ليمفوسايت موجوده بكميه كبيره. تمام؟ يبقى كل الليمف نود عباره عن دي، كل الليمف نود عباره عن دي ما عدا منطقه البارا كورتكس او الديب كورتكس اللي تكون فيها الدي ليمفوسايت. نرجع للكلام تاني على اساس ان هو ماشي معاكم في الكتاب. الاستروما عباره عن كابسول وترافيكي لي وريتيكولار فايبر. الريتيكولار فايبر اللي سميتها دندريتك ريتيكولار فايبر او موجوده في فالكوريك المادة فبنسميها فوليكولار دندريتك فايبر. هنيجي نقول وظيفتها اللي هي عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل. يعني ايه انتيجين بريزنتنج سيل؟ ان هي بتاخد الانتيجين وبتاخد بتنضم جواها وبتعمل بتنضم الانتيجين زي ما انا قلت قبل كده عشان تتفاعل معاها دي او دي ليمفوسايت على حسب الاوردر اللي موجوده فيها. البارينكما بتتكون من اكثر دارك زون وسكتر مظله ودي البارا كورتكس او الديب كورتكس. لو مسكت الاوتر كورتكس تلاقيها عباره عن ديفيوز ليمفاتيك تيشو اللي هو ديفيوز ليمفوسايت، او الاقيها النودول اللي هو اسمه ليمف نودول والليمف نودول برايمري او سكندري زي ما احنا قلنا. هنيجي نقول ان الليمف بيمشي علشان بيدخل بيدخل من اي منطقه في الكورتكس بيمشي في منطقه من مناطق اسمها السينوس. في اول سينوس عندي سب كابسولار سينوس، في ثاني سينوس اسمه ترافيكولار سينوس، ثالث سينوس اسمه ميدالا سينوس. بعد كده بيجي تحقيق الافرام يبقى بيدخل افرام بيطلع افرام بيطلع من منطقه الميه. بعد كده المظله الاقيها عباره عن عباره عن الليمفوسايت والبلازما سيل والماكروفاج من الليمفوسايت. يبقى الكورد المدبر الكورد عباره عن الليمفوسايت البلازما سيل من لي البي ليمفوسايت. الليمفوسايت اللي اساسا الكورد الكورتكس او المدبر اساسا ليه يبقى الليمفوسايت البي ليمفوسايت البلازما سيل الماكروفاج. في طريقه الباي المدبر اللي هو بيمشي فيها الليمف سواء هنيجي بعد كده للبارا كورتكس قلنا اللي هو الدي بارت بتاع الكورتكس اللي فاضل بين الكورتكس وبين المظله، وده عباره عن ديبندنت زون او تي ديبندنت زون اللي بيكون فيها الدي ليمفوسايت. طب لو جيت سالت سؤال موجود في الكتاب ايه السايتوريتيكولار؟ يعني ايه السايتوريتيكولار اللي موجود في الليمفوسايت؟ يعني عبارة ايه الخلايا اللي موجودة فوق الريتيكولار فايبر في حالة الليمف نود؟ حد يعرف يقول؟ بدون ما نبص في الكتاب. الريتيكولار فايبر اللي عندي سميته دندريتك ريتيكولار سيل او دندريتك فوليكولار سيل. تمام؟ تاني حاجة فيه الليمفوسايت سواء البي او الدي ليمفوسايت والدي بتكون موجودة في البارا كورتكس. دي تاني البي ليمفوسايت احيانا بتتحول لبلازما سيل واحيانا في ماكروفاج اللي هي بتشتغل في انتيجين بريزنتنج سيل. في تالت في السايناس، اي سايناس موجود يبقى لايننج ابيثيليال، يعني فيه بيمشي فيه البلاد او بيمشي فيه اللم يبقى بيكون فيه لايننج ابيثيليال انتو سيل. حفظت انا الكلام اللي موجود في الموجود ده؟ لو بالعقل كده سايتوبريتيكوم يعني عباره عن الخلايا اللي قاعده فوق الشبكه اللي هي الريتيكولار فايبر. فالشبكه دي انا الريتيكولار اسمها دندريتك ريتيكولار سيل او فوليكولار دندريتك سيل، فلاقي فيه بي ليمفوسايت، هلاقي دندريتك ريتيكولار سيل، هلاقي فيه بي ليمفوسايت اللي موجوده في البارا كورتكس، هلاقي فيه اللي هي الاكتيفيتد ليمفوسايت سواء ميديوم او بلازما سيل موجوده، هلاقي فيه بعد كده الاندوثيليال سيل. حد فاهم حاجه من الكلام اللي انا قلته ده؟ في حالة البلاد فيزل اللي موجود ده في حالة الليمف فيزل. تيجي نتكلم على البلاد فيزل،
بيندفعش قبل الخلطوط اللي بيكون في أرتري بين كارديوفاسكولار أرتري وبين بيتقابلوا مع بعض عن طريق تمام؟ في أربع حالات في الأرتري اسمها سمول أرتريول أو سمول فينيول تمام؟ في فينيول كان موجود في حالة الليمف نود أو في حالة الإميون أورجانز عموما يعني بلاقيه الليمف نود بلاقيه الدرين بلاقيه السايبر فأي أورجان من الأورجان بتاع الإميون أورجان بنسميه بوست كابيلاري فينيول بوست كابيلاري فينيول ده موجود في الأعضاء الليمفاوية بس اسمه بوست كابيلاري فينيول ده بيكون مميز عن الفينيول العادية بتاعت السمول فينيول في إيه؟ رقم واحد إن اللاينينج الإبيثيليوم بدل ما كان سيمبلس أوتفاك بيكون سنسيتيف مستر سنسيتيف يبقى أول حاجة هقول إن اللاينينج الإبيثيليوم بتاعه سنسيتيف مستر سنسيتيف رقم اثنين بلاقي إن الجدار بتاعه مش كان حواليه تيونيكا ميديا كان فيها صغيرة خالص السمول فينيول بتاعي التيونيكا ميديا الصغيرة دي مليانة بليمفوسايت يبقى presence of large amount of lymphocytes في المول بتاع بوست كابيلاري فينيول ليه ايه الفايده بتاعتي ده؟ ان الدم على طول الليمفوسايت بتحمل الدم او بتحمل الاورجان بسرعه ما بتحتاجش ان هي تعدي كل المسافه بتاعت الكابيلاري وبعضها تمام؟ لان الكابيلاري اصغر حاجه بيعدي فيها مسافه خدوها ان الكابيلاري البلاستس بتقدر تعدي منها تمام؟ انا عندي اسمه بوست كابيلاري فينيول قبل السمول فينيول في حاله بيتفتح ده بيعدي بيخلي الفيروس لمس يعدي او لمس تعدي بسرعه للفينيول ده بسبب ان البوست كابيلاري فينيول موجود في الفينيول اورجان اللي هو الميثيليوم بتاعه يكون عباره عن سيمبلتي جدا والوز بتاعه والجدار بتاعه يكون فيه كميه كبيره جدا من الليمفوسايت. تاني ملخص للليمف نود يبقى انا كل شرحي كان في الكلمتين الاولانيين خالص اللي هما بيقولوا ان الاميون اورجان او الاميون سيستم بيتكون من حاجتين اللي هما الاميون اورجان والليمف الليمف بيزل عباره عن حاجتين كابيلاري والليمف بيزل وفهمناهم بالتفصيل. نيجي على الاميون اورجان بينضم عندي الجزيئات رقم واحد برايت انكابسوليتد وكابسول انكابسوليتد يعني واحد حواليه كابسول واحد ما حواليهوش كابسول. طيب الانكابسوليتد قسمته الى سكند برايمري وسكند النون انكابسوليتد قسمته الى ديكتوز ودي نودولار تمام. الديكتوز والنودولار الاثنين في تكوين برايمري وسكندري. اول اوبجكت جيت خدته عندي اللي هو الليمف نود اللي بيعتبر من السكندري انكابسوليتد اورجان بتلاقي حواليه عباره عن بارينكيماتوس اورجان يعني في بارينكيما يعني في استروما. هنيجي نقول الاستروما عباره عن كابسول عباره عن كده او ترابيكيولين وهتلاقي عباره عن شبكه من الريتيكولار ستراكشر اللي بتكونه عندي اسمها ريتيكولار ستراكشر غيرنا اسمها بس الى دندريتيك ستراكشر ولو كانت موجوده في الفوليكل اللي في نوديول سميتها فلوكولار تمام. وظيفتها اللي هي انتيجن بريزنتنج سيل يعني كل وظيفتها ان هي تاخد مايكروب تسكنه جواها الجزء اللي هي حقيقيه ان هو يتفاعل جهاز المناعه ضده البي او تي ليمفوسايت بتعرضه على السطح بتاعها يبدا البي ليمفوسايت في الليمف نود من هي بتتفاعل معاها وتدي الاجسام المضاده. هنيجي نقول ان المدمع عباره عن كام حاجه عباره عن كورتكس ومظله وفيه كورتكس عباره عن ليمف نوديول وهتلاقيها في ديفيوز في النص ما بينهم. الليمف نوديول ممكن تكون برايمري ممكن تكون سكندري. نيجي للمظله هنلاقيها عباره عن كورد من الخلايا قلنا عليهم دلوقتي وما في ما بينهم مظله ايه؟ سايلنس. نعرف يعني ايه سايلنس؟ نقول ان الليمف بتنزل بيدخل من اي منطقه من الليمف نود من الكورتكس من الكبت بتوعي فلاقيه بيعمل سكابتولار ساينس ترابيكولار ساينس بدبري ساينس. هنيجي في قطاع معينه في حاله الليمف نود بيدخل منها الارتر والفين اسمه الفايبر فبنلاقي ان الكابتول بتاعها بيكون فيها سموز فصل كبيره بنلاقي فيه بوست كابيلاري فينيول اللي هو وظيفته ان الدايركت بتاعت الليمف سايت بيعدي اللي هو ايه التشو والعكس تماما فبالتالي بنسميه بوست كابيلاري فينيول لايننج
بنشوف كمية كبيرة جدا في أورجان ثاني زيها بالضبط اسمه الهيمالنود ده بيكون موجود في حالة الرومنال فاسيوس، موجود في حالة المضطرات ده، بيكون موجود التكلف بيكون موجود على طول الانسان الفجر. في حالة الهيمالنود بيكون موجود على طول البلاد فيجر، تمام؟ بيكون موجود في حالة الرومنال. نفس ترتيب الهيمالنود هو ترتيب مين؟ الهيمالنود مع البلاد فيجر. يعني البلاستيك لما بتيجي تنشا بتنشا منين؟ من الهرمون بتطلع بلاستيك مفيول، ولا بتبقى في حاجات اللي بتوع بعد في كليه الباثولوجي اسمها في كثير من خايف الكلام ده بيقولوا كده في حد في الارض دي او واي دي. طيب هلاقي الصوت اي نوع من الاي، هلاقي في نفسه، هلاقي في سته، هلاقي في الافضل طرق اللي هي موجوده دي، هلاقي كل الخلايا اللي موجوده دي تجمع من الخلايا بتاعت الدم اللي هي الاستروسايت. يبقى انا هقول ان الخلايا موجوده على طول الحد موجوده في الرومينال، بتكون شبه الليمف نود، وبالتالي مع اختلاف بسيط رقم واحد لما تكون فيها الليمف نود رقم واحد بتكون غنيه جدا بالاستروسايت، تكون غنيه جدا بالاستروسايت. ليها شبه نود كذا زي ما احنا هنشوفها في العملي ده اللي هنيجي بعد كده نقول مين؟ هنقول الاسبرين. الاسبرين ده نفس الكلام، عبارة عن ريتيكولو اندوثيليال اورجان.
بنديكوا بقى فايبر والاندوثيليال يعني السينوس بيكون في الاندوثيليال تمام. فبالتالي الاورجان سواء الليمف نود او السبلين او التونسل عباره عن الثلاثه عباره عن ريتيكولو اندوثيليال اورجان. لكن في حاله السينوس بسميه ليمفو ابيثيليال اورجان ليمفو ابيثيليال اورجان. تاني هقول الكلمة دي تاني لما اجي اتكلم على السبلين. نقول السبلين عبارة عن الريتيكولو اندوثيليال اورجان هنلاقي فيه عبارة عن الكبسول والسبتة والريتيكولار فايبر. الكبسول فايبر ولاستيك كونكتد تيشو مع كمية من السموز مصر هنلاقي فيه رابط ليه نفس اللي دخل لجوه الاورجان. هنلاقي بعد كده نقول البارينكيما. البارينكيما تكون وريد بالب. يعني ايه وايت بالب وريد بالب؟ وايت بالب يعني ايه؟ لو انا جيت شفت الوايت بالب هلاقيه عباره عن تجمع. فلما رسمت الدايره دي يبقى المفروض الدايره دي عباره عن ليمف نوديول. بدل رسمت الدايره دي يبقى ليمف نوديول يبقى المفروض اللون بتاعها يبقى لون ازرق او على حسب الثقبه اللي موجوده قدامي. تجمع من الليمفوسايت. لحد دلوقتي يفرق عن الليمف نود في حاجه؟ ما تفرقش عن الليمف نود في حاجه. هتفرق عن الليمف نود في حاجه واحده ان بيكون فيها في النص حاجه اسمها سنترال ارتري. فرق عن الليمف نود؟ فرق عن الليمف نود ازاي؟ في كبسول سته وبيكون في الوايت بار عباره عن مجموعه من الليمف نود. ما فرقش عن الليمف نود في حاجه، لا هيفرق عن الليمف حاجه ان بيكون في حاجه اسمها سنترال ارتري. بالرغم ان اسمه سنترال بس انا رسمته اكسنتريك يعني مش في النص في الجهه الطرفيه. فبالتالي الاقي في سنترال ارتري موجود في حاله الوايت بالب. يبقى كده فرق عن شفت المنظر ده يبقى انا موجوده في اسبلين. الوايت بالب ده السبتكال ارتري ده ايه اللي حصل فيه؟ هلاقي فيه بيتجمع حواليه مجموعه من التي ليمفوسايت. هلاقيه بيتجمع حواليه مجموعه من التي ليمفوسايت فسميتها بيري ارتيريال ليمفويد شي بي اي ال ال بيري ارتيريال ليمفويد شي. ده بيكون عبارة عن مجموعة من الليمفوسايت. الكلام ده اللي هنفهم مين دول لما اجي اقول البلاد سبلاي بتاع الاسبلين. ايه اللي حصل عندي؟ يبقى الوايت بالب بلاقي فيها سنترال ارتري بيكون حواليها البيري ارتيريال ليمفويد شيز. بيري ارتيريال ليمفويد شيز دي بتكون عبارة عن الليمفوسايت. الليمفوسايت الموجودة عبارة عن التي ليمفوسايت بتكون لفة حوالين السنترال ارتري. والسنترال ارتري بالرغم ان هو سنترال ارتري بس مكانه بيكون اكسنتريك بوزيشن. بيكون في عندي حاجة اسمها مارجنال زون. يعني ايه؟ انا قلت في ريد بارت وفي وايت بارت زي ما كنت بقول في كورتكس وفي مدلة وفي في النص بارا كورتكس صح؟ في عندي وايت بالب وريد بالب اللي انا هقول ترتيبها دلوقتي وفي عندي منطقه لفه حوالين الوايت بالب اسمها مارجنال زون. اسمها مارجنال زون ده بيكون فيها التي ليمفوسايت البلازمات والفاجوسيتكسل اللي هي الماكروفاج. فيها التي ليمفوسايت والبلازمات طيب المفروض ده وايت بالب المفروض ما بينهم يكون في مين؟ في ديفيوز. المفروض يكون في ديفيوز تمام؟ طيب هنيجي نتكلم على الريد بالب. الريد بالب ده بيكون عباره عن تجمع من الخلايا اللي هي الاريثروسايت. فبالتالي الاسبلين لما نيجي ناخده دي الاتش ام بي لا حتى موجوده قدام
قدامي لقيت السبليت كورد زي ما احنا قلنا في المدرب في حاله الليمفوز عباره عن مدرري كورد وعباره عن مدرري سيمن. السيمن في حاله الليمفوز فضله مليان بالدم. طب الكورد اصلا عباره عن خلايا بتاعت الاريثروسايت خلايا بتاعت الدم، فبالتالي هنلاقي عباره عن مدرري كورد او السبليت كورد وعباره عن السبليت سيمن اللي هو عباره عن لارج نمبر من الاريثروسايت كونتين بانتو ريتيكولار نت ورك او مش ورك. يبقى الاسبلين كورد اللي عندي سميته كورد اوف بيل روبس. الاسبلين كورد اللي عندي سميته كورد اوف بيل روبس اللي هو بيكون عباره عن تجمع كبير جدا من خلايا الدم اللي هو الاريثرو سايت ومعاه كمان الليمفوسايت والماكروفاج والبلازما سيل. يبقى الليمفوسايت يبقى انا لو خدت سيكشن في السبلين وفحصته بالاتش ان بي هلاقي خلايا الاريثروسايت اللي هي خلايا الدم بكل مراحل تطورها في حاله السبلين. والكلام ده ده صل على محمد. فبالتالي لو جيت خدت الكورد الموجود في الريد بار هلاقيه عباره عن كميه كبيره جدا من الاريثروسايت اللي هي خلايا الدم ومعاها البلازما سيل ومعاها الليمفوسايت واحيانا الماكروفاج. هنيجي نقول الفينوس ساينس عباره عن ساينس اي ساينس في الدنيا لاين الميثيليوم بتاعه عباره عن اندوثيليوم ومفيش في ديسكونتينوس بيزمنت ميمبرين. وحواليه اي ساينس زي الساينسويد بيكون حواليه ماكروفاج. اهم حاجه عندي دلوقتي اللي هي البلاد سبلاي بتاع الاسبلين. بلاد سبلاي بتاع الاسبلين يبقى اهم حاجه في الاسبلين كورتكس الستروما اللي هي الكبسول الترابيكلي الريتيكولار فايبر جيت البارينكيما عباره عن وايت باس اللي هو اللينك موديول اللي بيكون فارق عن اللينك مود في حاجه ان هو بيكون في سنترال ارتيول. البلاد سبلاي بتاع الاسبلين هنقول اول حاجه البلاد سبلاي بتاع الاسبلين ما يجي عندي في الاسبلين بيدخل عندي الارتري بيبقى اول حاجه اسمه اسبلينيك ارتري. الاسبلينيك ارتري بعد كده في رسمه اعتقد عندكم في الكتاب متابعها معايا. هنقول اول حاجه في الكتاب ترابيكولار ارتري يبقى من اول خالص عباره عن الاسبلينيك ارتري بدا يدخل الاسبلينيك ارتري هيبدا يدخل في مين؟ في الكبسول. يبقى الاسبلينيك ارتري الترابيكولي فسميتها ترابيكولار ارتري يعني الجزء اللي موجود قدامكم بدا من هنا ودخل في المنطقه في حاله الترابيكولي تمام؟ فسميته ترابيكولار ارتري. الترابيكولار ارتري ماشي في الترابيكولي وهيبدا يدخل على مين؟ يدخل على البارينكيما بتاعه الاسبلين فسميته بيري ارتريال لينفويد شيت. فسميته اللي هو عباره عن سنترال ارتري سميته سنترال ارتري. فالسنترال ارتري هنا في حاله هيبقى لازم حواليه الليمفوسايت اللي هي في الليمفوسايت بيدخل في الوايت بار بنسميه سنترال ارتري اللي هو بري ارتريال لينفويد شيت. يبقى تاني ترابيكولار ارتري ماشي في ترابيكولي بعد كده يدخل جوه بنسميه سنترال ارتري حد قدامكم كده في الكتاب سميها بيري ارتريال كده بيطلع من الوايت بار بيدخل تاني في المظله بتاعه الاسبلين بنسميه بيطلع عامل زي الشعيرات بالظبط زي التشعبات بتاع الشجره بنسميها بنستر. بعد كده بنستر البارينكيما بتاعت الاسبلين فبسميها
شاء الله كمية التشعبات اللي موجودة قدامي بنسميها بنسيلر أرضي. البنسيلر أرضي بعد كده بيتفرع لأصغر وأصغر بيتكون حوالي الماكروفاج فبنسميها شيست كابيلاري أو إليبسويد. بعد كده الكابيلاري دي لها مخرجين، يا إما تفتح في الساينس في اللي موجود عندي في المدلة، مش في كابيلاري في مدلة إنفورد ومدلة ساينس، يا إما الشيست كابيلاري دي تفتح في الساينس فبنسميها كلود سيبتريس. يعني أرضي دخل من فوق وعاد يتفرع لحد ما بقى كابيلاري وفتح في الساينس، فبالتالي دي بسميها كلود سيبتريس. يا إما الكابيلاري دي تفتح في الريتيكولار فايبر اللي موجوده الباك جراوند بتاعي، تمام؟ يبقى عندي الكابيلاري شيست كابيلاري، يا إما تفتح في ساينس بنسميها كلوزد كابيلاري، يا إما تفتح في الريتيكولار فايبر بنسميها اوبن سيركيوليشن، بنسميها كلوزد سيركيوليشن أو اوبن سيركيوليشن. يبقى أنا كده دلوقتي خلصت من السكلين. يبقى كل الفرق بين الليمف نود وبين السكلين، رقم واحد هلاقي ان الكورتكس عبارة عن وايت بال، تغيير اسماء فقط لغير وايت بال، بس الاستراكشر بتاعي عبارة عن ليمف نوديول وعبارة عن ديفيوز. الفرق بين الليمف نوديول في حالة الليمف نود والليمف نوديول في حالة السبلين، السنترال ارتري اللي بيكون لف حوالين شيس من البري ارتريال لمفويد شيس، هو مينلي تي ديبندنت زون في حالة السبلين. تي ديبندنت زون في حالة السبلين. بعد كده هنيجي نقول في كلوز سيركيليشن او اوبن سيركيليشن، ان الكابيلاري اللي هي فيها مكروفاج بتفتح الساينس او بتفتح في الريتيكولار فايبر بنسميها كلوز وبنسميها اوبن على حسب طريقه الفتح بتاعتها. هنيجي للاورجن اللي بعدها عباره عن التونسل. التونسل دي اللي هي الوزن اللي كلكم عارفينها، عباره عن نوت انكابسول اور بارشيالي انكابسول. في اخر الطنج خالص لو قبلين الطنج قسمته بجروب في اخر خالص، لو قبلين في رسم اول الدايجستر قسمته في جروب ويكون موجود عليه حيث ازواج السيركم والليه بابليه وشكلها من عين المجرد. لو بصيت عليها في اخر الجروب بتاع الطنج في تحت اسمها ليه كوي تونسل، يبقى التونسل اخطر من مكان. فبالتالي المكان ده ممكن تكون في الطنج، ممكن تكون في السيرفس الموافي للارنكس، ممكن تكون في البلد تكون على الجوانب. لو تشوف الورق صوره على الارنكس طبعا مهم، في صوره موجوده قدامكم. طيب
طيب برايمري
بتاعتي. فالسبايكر دي موجوده فين؟ السبايكر دي بتكون موجوده قدام القلب بالظبط تحت السترنم، يعني قدام القلب. على فكره احنا شغالين في تشكيل على النوت اورجان ديفلوبمنت بتاع النوت اورجانز عموما في هاندي جنب، يعني بريني ده بص لي ده. بروح مصر بس دي مش مصر، بروح اجيب بالجنيه الصغيره القديمه الصغيره. القديمه الصغيره دي كنت بدفع فلوس عشان اخدها، لان القديمه الصغيره دي بياخدوها ده ضري وبيعملوها لحم مفرومه وبيعملوها سمك مش الكلام اللي انتوا بتصدرين دي ده انا كنتش اعرفه، تمام؟ كل الاورجنز اللي انتوا بتاخدوها دلوقتي انا كنتش اعرفها، والبايرز باتشز اللي موجوده في الاليم انا كنتش اعرف الاليم ده موجود فين في الامعاء الطويله دي كلها. لكن بشويه الحاجات اللي احنا بنقولها من اول بس ده كان يوضح عليا. لو انا بس كنت قريت الكتاب، لكن انا عارفه زيكم بالظبط مش قريت الكتاب بس، وانا عماله اقرا النهارده يا ريت كنت قريت الكلام ده وما حطيتش حد بصراحه في التشريح بالذات. فيا ريت تركز في الكلام ان السايمر ده من الاورجان عباره عن برايمري انكابسوليتد اورجان موجوده تحت الاسترنوم. يعني انا لو شفت الشكل الخبط الصدري هاخد النهارده طبعا في التشريح زي ما انتم شفتوا، هلاقي نفسه عباره عن قدام القلب في السايمر كبير اسمع منه في الكتاب، والاقي ان السايمر كمان مش قدام القلب. ده جزئين متحركات، يعني قدام القلب بص سيرفايكال ممتده في الرقبه، تمام؟ يبقى بتكون موجوده في القلب وبتمتد للرقبه. فبالتالي ايه اللي بيحصل في السايمر؟ السايمر ابناء بتكون بتختلف حجم، ايه؟ يعني الانسان لسه صغير بتفضل تكبر في الحجم بتاعها لحد ما الانسان يوصل لمرحله البيوبرتي لمرحله البلوغ. بعد كده السايمر بيحصل لها عمليه انفليوشن. يعني ايه انفليوشن؟ يعني عمليه جمود. يعني ايه جمود؟ يعني التركيب اللي انا بقوله ده موجود في صغيره جدا، وكل الاورجانز اللي بشوفه ده في الكتاب كله عباره عن ليمفوسايت، عباره عن اديبوز تيشو، تمام؟ السايمر بتكون موجوده في الاطفال، ريبليس باي اديبوز تيشو، تمام؟ انا بتكلم بقول ان كل اورجان ان الباك جراوند بتاعها عباره عن ريتيكولار فايبر او دندريتك ريتيكولار فايبر. في حاله السايمر هي الوحيده المختلفه ليمفو اوديثيريال اورجان، او مقبوله في الكتاب عندكم اورجان اسمها ايه؟ ليمفو اوديثيريال اورجان. ليه يعني ايه ليمفو اوديثيريال اورجان؟ يعني الريتيكولار فايبر دي مش موجوده، موجوده في حاجه اسمها الابيثيريال سيل، ليمفو اوديثيريال سيل. نفس تركيب بالظبط الريتيكولار فايبر لكن مع اختلاف، يعني خليه بتكون واضحه ولونها احمر في او تديله كلمه لها سايتوبلاست بروسس بيكون قاعد فوقها الليمفوسايت مينلي دي ليمفوسايت، تمام؟ يبقى تاني ان السايمر عباره عن ليمفو اوديثيريال اورجن، يعني كده الريتيكولار فايبر بتحط ليمفو اوديثيريال سيل. يبقى انا بتكلم اقول ان السايمر عباره عن استروما وعباره عن باريكتما. الاستروما عباره عن دخلت لجوه سمت الاورجن عندي لسمته، قسم الاورجن الى اثنين لوب، واللوب قسم الى اكثر من لوبيول، تمام؟ لما اجي اقول بعد الكاتو السكه هقول فيه ليمفو اوديثيريال
المدور. الكورتكس المفروض يكون عبارة عن الديليوت وصيف موجودة بكمية كبيرة جدا بديها اللون الأزرق اللي موجود الدم. هنيجي برضه هنلاقي في ليمفوسايت موجوده بس كميه الليمفوميتيريال سيل كتيره. تمام، هنا الليمفوميتيريال سيل موجوده في الكورتكس وموجوده في المدلل، بس في الكورتكس التي ليمفوسايت كتيره جدا عن الليمفوميتيريال سيل. العكس في المدلل، لا كميه الليمفوميتيريال سيل كتيره عن ايه؟ عن الليمفوسايت. تمام، بس هي عباره عن الكورتكس عبارة عن المدلة. في حاجة مميزة جدا في حالة المدلة، في حالة السايمر هلاقي ان الليمفوميتيريال سيل بتلف حوالين نفسها في وايرز زي الدوامات بالظبط، بنسميها هاترز كورباتس، بنسميها هاترز كورباتس. الهاتر كورباتس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الليمفو اوبيتيريال سيل كونتكت، يعني بتلف حوالين نفسها وبعد كده بتموت، يعني بتموت يعني بتموت وبتموت 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 وبتموت. بالتالي هلاقي لها كبسول، هلاقي لها سته، هلاقي لها ليمفو اوبيثيريال سيل. ليمفو اوبيثيريال سيل، ليمفو اوبيثيريال سيل اللي موجوده في حاله الكورتكس والمدلل اللي هم البارينكيما في حاله السايمر، هلاقي في تي ليمفوسايت كثيره في حاله الكورتكس، والاقي تحتها ليمفو اوبيثيريال سيل. في حاله المدلل الليمفو اوبيثيريال سيل هي كثيره والتي ليمفوسايت قليله. هنيجي في حاله المدلة لا كاركترستيك استراكشر اسمه الهاسل كورباتل. الهاسل كورباتل عبارة عن ايه؟ عبارة عن الليمفو اوبيثيريال سيل لكن حوالين بعض، بيكون عبارة عن بتاع البرينكيما